الجهمية لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات، فلا يثبتون لله عز وجل لا اسما ولا صفة. ومن ثم إذا قيل لهم إن هذا هو المعدوم قالوا إذن ليس بموجود ولا معدوم، فنقول وقعتم فيما هو أعظم الذي هو الممتنع. ومن ثم فإن تعطيلهم للأسماء والصفات أوداهم إلى أن يقولوا بمسألة الحلول، مسألة أن الله قد حل في كل مكان، وفي مسألة الاتحاد بأن الله عز وجل تعالى الله عن قولهم اتحد بكل شيء. ونحن نرد عليهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء موجود إلا وله صفة، فإذا قيل إن هناك ذاتا ليس لها صفة فنقول هذا هو المعدوم وليس هو الموجود. وأنتم تقرون بأن لله عز وجل ذاتا وأنه موجود، ولذا نقول القول في الصفات كالقول في الذات. فبما أنكم أثبتتم أن لله ذاتا فيجب عليكم أن تثبتوا له عز وجل صفات.